برنامج أن شيء حيشي أو أحد حيش بدن تايتل كنا أن سيمبل كده أما أن سوف ذي كاسو أن إري ماي يو مهاتر يعني والله بدأ أف سوماري ذا ماجورتي كا إنتو ذا بدن أيكو هذا الشو وحن إذا حسوسينا يا مر والب أنا هذا لايو أفيرسو أف كم مهاتر يعني كو هذا لايو لغة الإنجليز كا إيش كدو دونيس معهن تليانيا كا بيرشيان كا تركيا سواحلي سكتوا دوري ما هو يسوع ده حقيقي سامر والبا. مركا أفكار مايجا يو أكاديمية ذا علمي جا رقم كيسوجانتا. من مسؤول أهل اللي يرهدو وأمرك يقول يسوع أنا مغلو. ولقي ما مغلين عبد غادر نور حسين ماح. عبد غادر نور حسين ماح. إلى حالي رسالة كم كسمي أكاديمي ما هن لينغويستيك ما هن وشغالات دول ذيت وزارة ذا وحبر الشدة وشقية ومشاريع وما يشكل شقية. مركا فوكس أسمع صارينه. كما هذا الناس أنتي سبضن ويا نحركا وحن كهذينه أيام ماشنا قب حياة وراقبة أنا إذا أخذ دون مردو ضد بدن أيك وجهه وراي سكرت بيه قرصودي بيه وحلو دري جدجن برلمان كوجرة سي أي أركايف أقوليان أو إن رها سومالين أركين لكن ليك بردعي ليك مركو دعينا هذا وسوا قري حلي إلى إيمان توه قرحي نوكلير يا قرحي مرك أنا جوان كعذر دارنا يا لغويستيك ما هي أكاديميك ما هي لكن أفك ماي ماش الله جو حقريه أنا جو مجوي كرو بلو جهرين قرالك ما حلودي بي مرك الله الله هو لودي بي ما إيشكنا مسؤول قرين إيشكنا مسؤولية ده سيدا وين ما قادي كرو مال أفك ماي قالوا حقرين عمرين مايو إن ومسؤولية سو قادم دهنو تاسنا ليبتوين وين أيك إيمانية marka intaan ba ku daalin dad badan waxa laga yaabaa inay isan fahmin waxa laga hadlayo waraaqdan waxay soo baxday December 17-keedii dhowr maalmood hore ay soo baxday highlight ka hore waxaan soo dhigay page-kii waxa ku qoran fadlan oo shaqal dheera capital letter ah hadhamaystirin dastuurka iyadoo ay ku qoran tahay af Soomaaligu waa maay mahatiri waa qodobki shanaad waa ka tuura la yiriba sideeda waa dastuurki ma ahan wax maaragtay emotional ah وحماسات أو ضد أف مايك وهلا يو أي إلي ما نيمه وحاب اللي يريبه كتورة لي مركب واحد معركة بقول كي بقول هو بارا إيش كمان سوق قرين ماشي على قصة قري يو تصدق كذا مبي واحد ويا شيء قدونا واحد سنة كم حش هذا واحد قرت الجمهورية الفدرالية الصومالية أكاديمية ذا لكن كا سوغان تساينس كا ورقة فرم أو كوسعة وزارة عدالة هي دستوركا دستوركا ما هن دستوركا D I S دستوركا كقرنتها أفكار رسمية يا دلكا وأف سوماليجا مهاتري أيالله سوق ردتك سو دياري أرنتانا وحلو سو دياري وقت هرجي شو تبع حنا السؤال ما عرفتي إن لسو دياري الله حبيه لسمي وحي هاد لباتن يسد حدي بشي نوفمبر وحي كدم بيه سنة كان صوبته مجال هذا بيدا بجناي أو مجال هذا مجال ما تحتكم الجار كأصاد ويسو حكر دعي أف ماي قرال كيسو مركي ورسي تاريخ لسوماليا ومرتي قليي مدحوين عبد الحسين لفتقرين مركا تنوي دبا سوتا مركا ان كو ديران مايو بورين كا دغي مايو وراق دو والله قريت احراع لو سميهي وي قريم وحيلان كو سوتو وزاره العداله دستوركا جمهوريه الفدرالكه الصوماليه وجيدو عودسي كساري دستوركا اف غوريغا مايغا اف غوريغا واتا قانا واخ لاغ ودو وا فيري اوفنسيف ويل دي تان اف غوري مركو لو يده وا يغوري كليا لوغه هادلايو يا مقايده لوغه هادلا مركا لوغه ما هادلو اف غوري كاسا لي يده أكاديمية علمي قدغن كيسوغانتا وهيئة دولديد ومدح بنان هي ومدح بنانتا وماشا لغو قرية أف سوماليقا وهي هيئة دا كمسؤولك إلالين تا أفكا سوماليقا سيدا و برلمان كوبا مسؤول وغي هي حير دجينتا وحرونتا لغا هير قليل أف سوماليقا كون سقال بقول تضباطن إسا دحدي وانا حرونتا قدقا أف سوماليقا سيدا أوغي وحي هلكن كسو جيدين ايان إن دستورك دلك لغا سارو أف قريقا مايقا أو لو دايو أف كرسمي أه الجمهورية دا وأف سوماليجا محاتري. بركا الشخصي كان ماح يكون الله شقي يكون وين وزير دا دستور كواحد يراه ذين قشن كلو درا يراه دستور سوماليس. بس شلي هذا أركتان غيب تيسة مهمات كواد ما هلا بعض ما هو كان شناد واي. أف كسوماليجا وماي يا محاتري. وحي يراه ذين قشن كلو درا. وحبوا بك أف يفتيو يان لهير جرينين لا يان لما يصير يجري. مهمة يكون نقطة.
ماشي قومي همسني في رجال وعيري واحد هلك كل فاقن وربحين أنو أرنتها شيء كفاية فهنا فرنت مركان آخرية قفك مركان كله أكاديمي معهن قفك أكاديمي أكاديمي مركوي هاي وحول لي ماذا وح اللي هذا سبستنسي وح الله تعبان كرو والله ليه كرو قفكم أكاديمي هذا الكيسوا معقول لكن وحي الله كبر مركان أركي هذا ولا يا ما جرى دونك ضل أن لهن قومي ذكر دون أو كوكله الله أفجوري دايلكت وأكسنت دايلكت أم مارتي لهجة هذا نقول كصدي أن أفكي سأهين أفكه أو جميسي أو قتري سيدا إنجليز كفرنسيز كإسبانيش كا وحي أف رسمي أكاديكتين أفجوري هذا اللغة هلا ميت كميت أه أو يسكون راعين وحول راعي نقول كصومالية كمد وانا نقول كاس نقول كاس كلي دونك أنا صوشكني وحن كنا البيلا كلا دوان وحي لين أفجوري كلا دوان وح أفجوري كسلية هاي كلا جديسنان فرايتي إيش قصان أقولي إيش أقول رحديس رحضوا ضع فرايتي إليين يدو أي تاجو تأي هلجن سعودي إن كنا بقول سنة أو علمي باريس لحين تشيذ أي سومالو هاله فرق قرن أقول دم بين تسانة كي طلباتنا لبدي لو يقول استئن أف سومالي أو يشوف فر أي تد كيسة وحو قرتن فر تاسي وحيات فر أي حروف تيدو تهاي لاتين دواق إذن أو يهاي عربي تاس أو ككوبان صدون يلا بس مضاد مركا أنت كلو وردير تهاي وبرين مرة بينا وقت ذيك قلومي بوينت يدو مهم سن أيان ربا إن آن الدين سوسارو تضبطن سجح دي أي فر سومالي قال قري له الجلية أو لقد جاي فرت رسمي قاه أي سومالي ذا أو لن لهجتك سويكو هلان وأذيعان مامل كدولة وحبر الشظة صحافة صيد الراديو تلفزيون كيورجيز كدولة ده مركا وحو آمن سين هاي إسلا وقت يوم وحو آمن سين هاي إن حتى ورباهين تأيو ميل كله أما تي في أما مارتي راديو أما ورجيز ميل بالله جهلين وأنو أمي سرين إلى يسون قرن أرين تان واحد تي مادي وحي كدم بيجي لباتن سدح دي نوفمبر وايو حلي قاس أيام بايدا بجناي إنت اللي سويت تجي تد بدن أكاديميكا أو حان كسر شقيه لباتن كسرنا قدم بيسي أي واحد كسبان لجين إنت أسوأ أرين تان سياسة ضيعت بسرعته مركا وو هلاي أفكا رسمي أي جمهورية الصومالية والحجري وأف صومالية ماي يوم حاتري أف عربي قلنا وأف كلابات مروا ربنا وحو هايلات كاركتي وأن ليا بناهي هرد فضلاً هرد ما يسيرين دستور كيلو إيكو قرنتهي سومالي قوا ماي يوم حاتري أو كالهورية مركو ورتتكو واحد حسوسين أيا إن شخصي قال مكا إليه أكاديميك ماهن وحو يري أف سومالي قوحو كودو سيني هاي أكارين وين أو له كبعيس أف قوريق بضان أساس كان ويجيران أف قوريق هذا كوغو عانسان واحد كمي ده يجري بل لغيسة أف قوريق مايقا أف قوريق جيدة ده. أفجورية جرها، أفجورية تونيدا، أفجورية بروانيكا، أفجورية دبرها يقارن خلي. فالقف كاس أي أكاديمي الله well I suppose واحد جرا 4.5 كان ديب كيسو نوكي يعني. قف كاس أي واحد يقوليه أكاديمي كذي هو ينادي أفك يسوعان تعلمك لودي بيا يقوليه. فالوحو كوه ضايع مقا. واحد كسي درن. مركان سي إيه كي. تاريخ مرك هذا يوري وابا اكنولوج كري واوغي هي لباتن شدخدي لباتن شدي نوفمبر لبا كون لبا شدخدا ايا اقون يهنو كسوجيده كوفر غلبيد كسوجيده كوفر غلبيد يوري waxay magaalada baydhab ku qabteen shir looga hadlayay sida loo qori laha afguriga mayga ee horta shir ma aheyn afgurina ma aheyn qofka ku soo qoray mustarmaax inaa kula baxay iyo ku fiican taas aan ku dhigila aniga inta badan inaan focus ku saarmo ahaan waayo kor mashariic ah tahay kor ayaa laga you know academic method linguistic method ani adiga isku midayaan aniga waa academic ma ihi oo linguistica oo luqadda ku tahay professor maxamed muqtar matid professor mansur matid oo linguistica afka mayga iyo afka maxaatiriga ku marka intaas matid marka inta waa lagu soo dhiibay wuxuu yiri shirkaas waxa ka hadlay yiri madaxweena koofur kala dad xisiis lafta gareen waxa uu goobta ka sheegay oo uu u balan qaaday saddex qodob oo kala ahaa koow in sanadka labada sanad kasta 25th of November la xusayo afguriga mayga afguriga waa intay ku soo darteen wasaaradda waxbarashada iyo isaga ninkan oo maax leh ku soo darteen afguriga meel madaxweena lafta gareen oo afguriga ku yiri wax maana ana very offensive way waxay la mid tahay adoo tiriyay la mid tahay Mr. Maax iyo kuwa ku soo qoray iyo kuwa mushaar ku siiyo adoo dhahday qof madaw Mareykanka jooga N word oo dhahay la mid tahay taasna waxa ku sii baraya labo inuu dhisi doono macad lagu barto afguriga mayga wili waa ku socda iyo saddex in uu amar ku bixin doono in waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare lagu baran doono afguriga mayga taasina waxay horseedi doontaa isbarbaryaac iyo afguriyada kale ee dalka ka jira oo ay ku deedan iskuna qaabayaan inay af rasmi ay noqdaan barti fiican u fiirso wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlay u yiri afka Soomaaliga oo traditionka ah oo ma aragtay maxaatiriga ah lagu hadlo wuxuu noqday ayuu yiri
ما ركتي كان كواد كان كو حقنا عربي ونقد مرك مودانا مد ما حسوسينا يبل ريادان بل سيف عيله دغيستا وحي سو قورين خير كوفر خير وقوي اف عربي وحي يرهدين وا 10 وحيابود والله يا ولد عنجيرو وحي خير كوفر يرهدان لحوح الوقوي عربينا لحوح بل الى الى صعده وحي يري خير كوفر وحيدان اكون خير وقوي وحيدان يري بيت مرك اسا ايغا حبيسو سو سو قوري عربي بيت يرهدان ولي كير الوقوي عربي وحبس كما بدلين نمبر 3 بورصو شندد يدهان يري خير كوفر بورصو خير وقوي شندد شنده يدهان يري عربته متولل مرمر وحي يري خير وقوي متولل وحي يري كوفر مرمر وحي يري عربي ولي واسعدا قاندو وحي يري كوفر ملغعت ملغعه وعربي ملغعت يري خير وقوي يري انا ما فهمت شنو وحو كود خير وقوي خير وقوي انتو كبلاوده مرك ما تبانو كبلاوده ما قال كحيو كبلاوده ما لاسعانو كبلاوده ما هرجيسو كبلاوده ما اوغي بلكيتي جاجور جاجور وحي يري هذا وير خير وقوي سيو سقرن عربي وحي يري جاجور مرك تن انت وحن ربا اني حسوسيو برج وحي يري كوفر يري دبه دبه عرب ايات الى هذا الكوفر تن وحي يري دبه وحي يري خير وقوي بديل وكر كوفر يري مجرت مجرفه وحي يري عربته يري يانيو وحي يرهدان ويري خير كوفورتا توماتو وحي يرهدان ويري وانت اسا قرو يرهد خير وقويغا وراقدان كوما جيرتا طبعا وحي اي قرين واي ماشي اكاديميده اي كوما غعابين اي كو قرين واي ugu dambeyntii tan ugu qosolka badan waxay noqotay inay yirahdaan dooro waxay yirahdaan kofurta digaag waxay yirahdaan yiri xir wqooyiga af carabiga dijaaja marka hadii afaf kala duwan ay yihiin kulli isaga ayaa noo macneyn doona mudanaha oo u marayn maayo hadii shakhsigaas iyo kuwa daba socda wasaaradda waxbarashada oo aan ka hadli doono mar dhow ay xilkooda sii joogan qof walba oo south west oo xilibaan federaalka ah wuxuu meesha u joogo mushaarkiisa ka qaato ta kaliya ma aha mister mah academicna ma aha educationalista ma aha linguisticna ma aha marka waa laga dambeeyaa waa la isticmaalay saxiixiisa la isticmaalay marka suu sii socday erayu soo qaad qaatay oo kala duwan sida jirta jiddo tirto tida sirto sida marka wuxuu rabaa mar walba justification inuu ku sameeyo bal mar walba u fiirsada afka maxaatiga markaan ku hadlayo ingiriiskayga iyo talyaanigayga wax walba aan sheego hadaan ilaahdo maanta qaado hadaan ilaahdo bakeri fargeet hadaan ilaahdo saxanka hadaan ilaahdo dariishada hadaan ilaahdo hadaan ilaahdo umul hadaan ilaahdo intaasba af maxaatirkum aan hadlin waxaan ku hadlay ingiriis talyaani sawaaxili iyo turki iyo carabi aan ku hadlay afka maayga hal meel ay kaga jirto ma jirto af qalaad oo afka hadda aan soo sheeknay marka mr mah i think waxaan umaraynaya intaasna inuu iloobay sidoo u socday af soomaaliga inuu isku yeelo oo meel ka soo dhul soomaaliyada ay tagto dadku isku fahmayaan ayaa muhiima afkan in la siyaasadeeyo oo sida maamul goboleedyada dowlad goboleed kasta ay af gaar u yeelato looma baahna bal soo qaado erey ay ku wada hadlaan hargeysa iyo baydhabo ereyada شيد كوري قبيد دب هنغوري توميد كوريد سو يو أمول مركا ويخو يري إن لسياسة دي حبا يراتي ما أهم مركا دستور كي يو بارلمان كي شرعي سمينتا أو كو شقالي زي أدي يو وزارة دا وحبار سيدا رقا جوغا وزير كي يكوا كالكو شقالي زي هدي وحبا كما جير دستور كي آن تورنا مركا قيب طلبات آن كت تورنا قيبها ما عرق تي محاتريا كلية آن فاعيسو آن قوة يسنا مركاس marka saan u joogo waxaan ku soo daraya af may ayaan ku soo daraya marka waxaan rabaa mudane ma lahjadu inuu fahmaan rabaa taasna waxa hadlay marka laakiin tan inaan ku dheeraado ma doonayo waxyaalaha yaabka badnaa wuxuu ahaa xiriirka ka dhaxay erayada af guriyada mayga iyo maxaatiri marka af guriyada haduu yahay maxaatiri marka maxaa noqonaya miya af guriyuu noqonaya soomaa wuxuu ka hadlay afka afka waxyaalo selective la yiraahdo marka waxaan rabaan dooran doonaa aniga selective aan sameynaya marka aniga hadii may afka may hadda aan ku hadlo intina inta ku jirtay maxaatiriga ma fahmaysaa waxaan ku hadlay marka lahjadana say ku timaadana way idin sheegayaa ay tahay waxyaali uu yaab badnaa waxay ahay fikradaha aqoonyahanada kala duwan ee af guriyada isbarbardhigan iyo xeerarka caalamiga ah ee la raaco marka af la dhigayo luqad rasmi ah waxaa ka soo baxday in afka maxaatiriga ah
ee laga dhigo afka rasmiga ah ee dalka iyadoo loo raaco tilmaamahan marka intaan ku aragno academy iyo research iyo kulan ay sameeyeen dadka linguistiga ah luqadda ku xeel dheereeyay ilaan way buuxaan oo maxaatiriga oo ay go'aankaas ay ku garteen ku aragnay waa wax la soo abaabulay siyaasad ayaa daba socota wuxuu yiri aqoonyahanadii shisheeye ee af Soomaali ee barista ku sameeyay iyadoo oo kaliya ayay qaateen ay ku sameeyeen marka meesha justification lagu sameeynaayo waxa laga dhaadhicin karaa qofka aqligiisa iyo IQ-giisa 150 uu ka hooseeyo ninkan lagu leeyahay academy-da loo dhiibay iyo dadka oo la ku shaqeysanaya aqoonyahanadii Soomaaliyeed ee lahaa 18 farood ee far Soomaaliga lagu xushay af guri kale kuma jirin barsi fiican dhigis gumeysihii dalka xukumayay ee English iyo Italian lahaa luqadii ay ku shaqeynayeen waxay ahayd maxaatiri ay ku shaqeynayeen marka maanta wuxuu yiri English iyo Italian waxay ku shaqeynayeen maxaatiri ay ku shaqeynayeen umaleen maay mudanaha haday ku shaqeynayeen ma asa lingua afranka aan ay ku shaqeynayeen ma af lugu hadlay ku shaqeynayeen mas af qoran ku shaqeynayeen wal haday saas tahay kontonki lixdanki inta u dhaxeysay wadanka Federaal ayaa joogay 73 inaad uu leeyahay afka ayaa la qoray marka ku shaqeynta ma afka mise qoraal ayaa jira ilaan hadii aan yiraahdo waxaan ku shaqeeyaa afka mayga afka gleen ka hadlaya maahan qoraal iyo documentation iyo waxbarashada inay raacdo waayo taasna way ka hoos baxday xalay marka arkay aad ayaan u la yaabay marka say u socotay saanisulaha way ka sii dareysaa waxay gaartay meesha ugu dambeysa oo ahayd tan kale yuri mashiin wadanka ma yaalaan oo afka mayga lagu qori karo bal fiiri mashiin ma yaalo yiri wuxuu ilaabay af Faransiiska hakadyada dusha saaran xariiqaha dusha saaran iyo kuwa hoose oo dhan exactly waxay la mid yihiin afka mayga sida loo qoro boqol mashiin la keeni karaa kiiboorada carruurta wax lagu baro hadda waa laga bilaabo saad weys waa laga bilaabo in la baro kiiboorada oo lagu baro wax lagu barana 2 million ayaa China nus dollar loogu soo gadi karaa markaas intaas waa intii hore oo ma aragtay aanin sheegay marka lahjada iyo accentka inta badan focus ka isareen oo yiraahdeen af guri ama lahjadha ahaado tii qofka hargeysa ku nool ee kambarad weyn ku nool afka maxaa tiribay ku hadlaan waana let's say lahjad weyn is fahmaan laakiin agaasimaha wuxuu leeyahay waa afka mayga waa lahjad marka lahjad waa in la fahmo waa accent qofka manchester ku nool ama glasgow ku nool ingiriisi ku hadlaa scotland qofka london ku nool wuxuu ku hadlaa ingiriisi ku hadlaa waana lahjad مش فاهمه يعني افكار مش فاهمه يعني طبعا مش فاهمه يعني نو بروبلم لكن هدي ما انت شخصيا ما هل يراهدو او ما انت لو ديبي اكاديميدان او هاي بروفايل كا هدو انا يفهمه اما هدي ان هذاك انا كهدلا كوكس مركاسه ولا ريه افكون كهدلا هي ولي بوها لا جدو يا ري مركون سياسه كو دنبويتي سياسه وزاره وبرشده كو كويتي ولين ان كويتي هن والكلمين كوينه wala in kooytay siyaasad oo la fadaaw intii dhulka hoosi la galiye afka mayga ku soo dhe afka mayga hadaan idin baro dhowr waxyaalood waxaan rabaa audience dadka badan ay dhageysanaya waxyaalo badan ay baran doonaan bal waxa iga barta dadkaana aqoonin afka mayga horta afka mayga lama yiraahdo may may waa very offensive taas waxa ina bartaan idin ka rabaa waayo qof walba wax in la baro way fiican tahay aniga macallana waqti dheer afka waxa la may yaa liraahdaa waxay la mid tahay adigoo ku tiri qof North America ku nool oo madow ah ku tiri n word ay la mid tahay marka next time aragtid qof maya af may may hadina af may kaliya dhe tan kaloo idin baray waxay tahay af eelay af liraahda ma jiro eelay waa qabiil way qabiil Soomaaliyeed oo boqortooyo ah oo ma aragtay oo aad loo yaqaan way marka next time si aadan u noqonin idiotic of adin af eelay ku hadal ama af eelay ku hadlaya ama af eelay ku hees taas dadahdid waxa noqonaysa clever ma noqonaysidee idiotic ayaad noqonaysa taas waa very very important marka majir wax ilaahdo may may waa may eelay waa qabiil waa hadda tiri qabiil oo let's say qabiil ka soo qaad af gaal jacal ku hadal tiri way ama af waxaad ku hadashay habar gudif ma dhigi kartid waa inaad tiraahda afka waa may cool tan kale oo muhiimka ah dadka ay ku jahawareeran waxay tahay afka mayga waa af Soomaali sida maxaatiri iyo may u yahay waxay moodaan baydhabo kaliya in looga hadlo oo ay ku hadlaan dadka la yiraahdo raxan weyn iyo digliimir kuma hadlaan dadka ku hadla waa variety erigu isticmaalayaan isticmaalayaa ingiriiska bilaayada oo Soomaali kala duwan
oo ku kala nool wixii kismaayo kasoo bilaawday ila meesha ugu dambeysay ee beledweyne ila xadkan gumeysay uu sameeyo Itoobiya oo ma aragtay gudaheeda ila ikay ku hadlo way millions ayaa ku hadla marka hadii laga dhaadhiciyo oo lagu yiri afmaayga baydhabe iyo xudur iburaka baa lagu hadlaa xogaa waxaad u baahan tahay in aad la shaqeysid ninkan akadeemigada oo loo dhiibay marka maxaa ku cadeeyay maxaa su'aalo ku ah waxaad su'aalo ku ah xasan aadan samatar ayaa su'aalo ku ah حسن آل سمتر يو شيخ كينياوي أو ياندوي شيخ سنة مقرر يا سؤال قوة ما قبيلة ذا حق دقي ولاشين مايا انت كي ماذين قبل ذا دحيو جبلان أما كينيا أما وحكي كي ماذا جود الجيس كذا لكن one they have one thing in common هل ماذا يسمى ديهن أفكا مايا كو هلا مارك أفكا مايا قبيل ما يو دم بنتي شخص إلهه نحرس أبوان هدراوي وكم عابي أبوان كأبوان ذا shaqsigii ugu qiimaha badnaa ee abwaan Soomaaliyeed ah uma dhalan reerka majority ee degan gobolkan la yiraahdo Southwest ee la yiraahdo ama reerka la yiraahdo Digli Mirfle ama Raxweel la yiraahdo uma dhalanin waxaan ka hadlay Ilaahay u naxariistay sahal macallis oo aan dhihi karo waa shaqsiga bedelay barashada iyo heesaha iyo wax walba ee afka maayga marka afka Soomaaligu af maay iyo af maxatri waa marka sahal macallis ma jeen uma dhalanin ama qabiil kama joortiga kama dhawan marka taas dadka in la fahmaan raba laakiin hadii aad ka dhaadhicid qofkii af maay ku hadlaba in oo bay dhab i buur hakab inta u dhaxay u degan yahay ama qabiilka reerka digli mirfle ee majority uu ka dhashay madaga anti dabla ka duro ambaanta hada fahmiisan waan ka sii soconayaa marka waxaan tagnay anagoo farabadan ani waan ka cudurtay academic nama ihi linguistic nama ihi dhankaas laakiin dad badan oo qiimo leh oo maartay dhulkaas u dhashay iyo kuwa maartay oo kala duwan ayaa adduunka dhan ka yimaadeen runtiina hadal uu yiri ayaan xasuustaa madaxweyne Cabdiraxmaan Lafta Gareen wuxuu yiri maanta hadaan dhinto ayuu yiri anoo faraxsan ayaan dhimanayaa ayuu yiri waayo 23 bisha November 2023 waxay ahayd historic day taariikh ahayd taariikh waxay ahayd 23 waxba aan kaga duwaneyn marka qofka inta waraaqay soo qoray 4.5 bisha lugu asagii wasiiradiisa iska dhaadhicinayaan arintaas waxaan dhihi lahaa let's have a discussion academically qof academic no keena anagana waxaan keenayna professorada maarad professor Kuso waxaan keenayna professor Mansur professor Maxamed Muqtar oo dhamaantood jaamacadaha Mareykanka iyo Yurub wax kariyaan keenayna oo linguistic academic aan keenayna bal keena ba discussion sameeyay laakiin taas waxaan ku iman karin 4.5 dibkiisu leeyahay la keenay ummaleen ma mudan maah maanta hadii 4.5 u jiri lahayn inuu academy oo standardkeeda san u sareeyo u ka hadlo waraaqahan saxii la dhaho asaga ma soo qorin saakan ogaan inaan asaga soo qorin wasaaradda waxbarashada ayaa ka mas'uula oo mushaarka nasiiso ayaa ka mas'uula marka waxay u taala qofka markuu u ma aragtay oo standardkiisu u sareeyo ama arintan reer galno ka bixinayo ka laabanay abaa iska casiraya hadu iska casirina emotional keenaya xilibanada 77 ka 77 ah ee ma aragtay ma ahan 77 digli mirfle ma ahan reer saad wey soo dhan waay hadii la soo galo dee dowladda rida maxaa meesha yaal 91 kii 94 kii intii ugu dhexaysay waalidin xasuuqay holocaust ay idin ku dhacday laba sano ka hor laascaanooda haddana genocide lagu sameeyay maanta luqadda way ka darantay waa anada genocide waay oo dadkun wadaan waa kiidu duruge marka dambeyn talkii soo biya taas way tan rabin la ogaado waa ka sii soconaya intuu socday research soo bandhigidii barnaamijkii weynaa ee madaxweyne Lafta Gareen uu sameeyay waxaana soo wacay hal wasiir ayaana soo wacay intaan aan xasuusto waxaana soo wacay wasiirka cadaaladda suurka Xasan Macallin nin sharaf leh qiimo badan arintan ay qusayso waana soo wacay wuxuu dhahay aadan ugu faraxsanahay u dhahay maanta in historic day ay tahay historic day dan uma ahan rahweyn idigli mil from ahan historic day oo Soomaali u tahay ilaan 73 gi reer mahaatri gobolada dhexe iyo waqooyi iyo meelaha kale ee kale uma ahan Soomaali dhan ay u ahay marka wasiirka aad ugu mahsan yahay Mr. Farax Abdul Qadir oo wasiirka waxbarashada arintan uu wax ku ogyahay without any doubt ana waxba ku eedeen maayo wasiirka sharafta leh shakhsi aan aqaan saaxiib aan waxba ku eedeen maayo laakiin qadiyada afka maayga markay timaado madaxweynaha ugu xishoon maayo ra'iisul wasaaraha ugu xishoon maayo qof kale ugu xishoon maayo marka wasiirku waxba ka og yahay sheekadan waa dheertay waxyaalo waxa jira la qariyo
oo aan anfadaan intii uu ku sheegay dad badan oo geeyay geeka ogaaday shaqaynaha ogaadi markuu wasiirkan fadaa intii ma ka fadaahay fadaahay laakiin wal wasiirkan ogaayna ma socdaayeen wali faday reer ma intii ogaadan antas wasiirku wal aan ogaayn ma socdaayeen hadii runku ataata markii la furay bay dhawi ku way fadaa 28 bil November bay dhaw janay iyo ku way fadaa ku qayb galay ma in kooyo way telefoon ma handri way may handri hasan maalmay telefoon handri bal aswar sadaasan والبعض نجر السياسة نجر تبلاي نجر تدقال نجر دقالكم لكن وليه هو يميك قولي شده تاسخه سبب تو اي ولي لفضي داتكم وصاد ويستحلبانا ان اتو هاتو دبدا اي هدي شاكو دون صدك سوء تموشن شين الدولة حتى اي غواجر اتقيمة ونمين ان هاي تماي دات او سغالي كوبي سغالي افرتي اذا كحسو غيك رباتي هدنا لاسعانو دي ملبه قصاري جيك او افكي كدي داي بحيين ولي لك اري سينقوم يجدان ولي سغتين ملا لك اري markuun todobaad iyo todobaad ah haysta gan dowlad dhan hadii oo han is ajalwaan amra la gelin gubi waayo halkan taaso si wade marka hadiiba qodobki shanaad ee dastuurka la jabiyo oo la yiri waa qashinka hadii qofki masuulka ka aha marka banaanka la soo dhigo waa inuu is ajila amra la gelin ka bixiya qodobki shanaad teeda hadii taas noqon weeyso xilibanada oo ka socda southwest kama hadlay xilibanada digli marfle ka hadlay maay iyo raxweyn xilibanada ka socda southwest waa inay yiraahdaan annagana marabno dastuurka meeshii kaga qoran tahay number 4 iyo number 5 iyo number 7 number 4 iyo number 7 iyo number 12 isna marabno dhaha marka qofkii laga badinayo hal is arko marka hal is barto markaas waagii hore oo is xasuuq jiray iyo oo ma aragtay cunqabteen cunto isku sameyn jiray iyo dadka meedadkooda oo half a million people la dil jiray waqtiga wal soo dhaafay RRA soo afjartaas go dastuurka min kan u sheegayo oo mar walba ku soo qadanay maax oo loo soo qoray waxaan ayay ku qoran tahay in af Soomaaliga uu yahay maayo mahaatiri af guri halkuu ka keenay shakhsiga magaciisa la isticmaalay bal waxa isweydiisay su'aasha af guri intuu ka keenay ilaa dastuurka ayaa ku qoran haduu dastuurka leeyahay ma naqaano 4.5 meesh ku joog asay u taala qof walba 4.5 dun ku jooga taas waa iska rabaa isweydiisay laakiin maraba mashiinka inaan ku noqdo laakiin waxa uu yaab badnaa waxay tahay mashiin wadanka ma yaal mashiin aan soo gadaay aniga soo gadaay keenayo ko Francisco hata inta aan tagaan lahayn mashiin ma siiyo af ma yaan ku qoranayna suqaab u qorma taasu ilowdi boobsiisa ku soo qoray waa ka gudbaya wan soo afjaray barnaamijka wariil fadayha dadka afka mike ka hadlayeen ee Soomaalida dhan of walba intii ogaada geek geeridu ho adag kuma adag kale la roogday ho adag ki roogdana of kale in socota markuu sheekadu walaha ku dhisay wasaaradda waxbarashada ku dhisay waan waxa bandhake maana may ku obsadaa of walba in ogaade lan kuma hal raw hadii shaqadu leen ku qaatna wasi lan ka wasiirka ku masuul of walba am raal gelin ku biin meelun wal yaalama leh todobaad iyo todobaad tiin meela roobdan mushaarkii isku qaadada mid xuno eelay ah mid heysin ah roobtaas bisin ah roob taas of walba oo lug faday oo reer southwest ee sheekada ma madaxweyn lafta garan waqti badan gali qarash badan gali meel raay oo aad u soo faday inta waqti badan soo biyo hayti geeka laakiin markii haano walba ahayn walan akhri korna walan qoro korna ad warqadu haareegan ka erraan af guri way ka erraan walay buwaha dabada farti lagu geli ana afkayn ah tan ku xishooda walaas dabada farti lagu geli dabada farti lagu geli barhay meel ka soo biye ka saase wal ku doonan ka soo biye marka asxaabay ugu dambeynti bal ila dhageysta labadan gabay aan ku soo afjarayo iyo maahmaahdan aan ku soo afjarayo oo afka mayga waxaan kala tiri laba abwaan oo aan ah oo la yiraahdo abwaan tarash aba guguru marka bal lahajadeed la fahmo waxaan ka hadlayo waxa idin ku balan qaada marka dhameen dhahdo warninku ma oromo ku hadlina dhahdan oromo ma han wa af somali wa af mai lahajadna ma ana af gurina ma han that's very important shan mahma hayin diyaari idin kuma daalinaay waqtiga kaloon mai kan kooda ku bilaaba waan tarash aba huru sameeyeen yaad geedu yawlo banduugu yeer magaaru dibisa bahalo ilay shimbiru yabad uburu lan yabi mijiraw
بل كان إلهي ونحرسته وحن سوحة سوستا أقوان هدراوي يويري مهما هيدا أقوب بغن أفكا مايقا لغا سوحة دا يويري بل فيري مجرى قف مانتا أدو حتى أدوك ميلا ونحرسته مرحون كاس انتو نولا مجرى إن شاء الله سوحة دا لان كول لي لان أذا كدالنا مدالنا لما هذا الشيكو مدالين سي إن وذين إن وذين إن وذين dad ko ila muru meenahay ila fadheedeen war wax waa isku mid waa lahjado inta si dibali ku shaqay wali ku shaqay tuman sunu kora ku shaqay walaan wali reeye okay lan hada dalli maka dal bal ii sheegan dhay nimaad dashay kuma dhalin unu no hadin markii dambay yo dhan halalaabi yo dhan halalaabi hal mag mag lekal laabi by the way mahma ma dhahan lagu ma dhaho afka maayga waa mag mag hal ko ak geba geba yo dhan wala ere lan hor injeed ehmin amode raabtina way duuge ilan ala dhow dhabismal dheegaw fas way fasar kore lan ala dhow dhabismal dheegaw ilan hor injeed ehmin amode raabtina way duuge sheeg waay marku lan gaasab leke leya lahajad af gule ko hadlaysa haye horan wade abwaninti kan wali bua ha wa xoga wa romantic waay afka mayga romantic waad u fiican yahay hasan aadan samatar سهل مع العيسى وسمي هذا مركا مقشان قرحدو ارورتي قيبيسي فلارها مركا مقشان وابوانك وسميي ان كان كل قيناي رومانتيكيسا مركا كما لو غراعو هيس ريديم اثر غابدكي ادا اي اسلانتا سمو اراباسان بل اي فسر با قفكا دحاي واف غوري هاي اي فسر با انتاسني ريديم اثر غابدكي ادي اسلانتا سمو اراباسان heesaha marka uu sameeynaayo sahal maal ciise inta aan kan dhameynin waxyaalaha ku jiro aniga qofka markuu yahay war abdunaashrow aniga afka maayg waan fahmaa laakin ma cilin karo yaa iraayn taasi gulleeyo waas ku dhaxdaraya wali leen ana afka maayg ka sel laakin ma naga mikin ka jawaab kor aniga afka maayg waan qala kuugu jawaab hay ha saas miyaan dahay ii jawaaban waxaan soo qaatay sahal ay siisid kamida wali reeyeen أبصلي بين أرنى أفيالا إسكويلي أنسيني نبدأ. بل أنتي نما حياتي لقى تقارن من سن أف مايجا ولا هجت أبصلي بين أرنى أفيالا إسكويلي أنسيني نبدأ حي فسرب. واحد عنكو حجنا يا كان وجودن بيا رومانتيكا أف مايجا ذات كو هذا وقصي دونن حقانا وهذا الرجال afka mayga erdal lagu ma dhaha marka afka mayga wax lagu dhaha want wal ayaa lagu dhaha in waxa jira oo abtigay ah oo linguistic ah abwana waxna qoro abu kala albadri liiraahdo eray oo aad u furxun ugu yiraa wuxuu dhaha want wal marka afka mayga erdal lagu ma dhaha want wal allah want wal ka waa ninka timaha weyn oo shirkiisa qaf soo dhahay afka xun oo anoo kala ah way want wal habiyan ku want wal noqdo وانت والو بابا لكن ما كنت ترى انا وانت والو ايه ويساي سيدي ما وارينا مدي لو انت فاهمي سا فاهمي سا يو دقمو يو يؤذرو يان يردقاقو يان شيدو يان نبالو لان انك يقنا يونيو مدالاو لان انك يقنا يونيو مدالاو تانك دمو تندقين سيدي يشي بلانا ادي كين يان يونتوو هاي يكو اسكو سينوي isku yuur no fade marka nyaw bal u fiirso nyaw degmo yoway udru yoway wa cancer ka wa hebel ma haa ku dhacay cancer ba ku dhacay af may lagu ma dhaho yowa ka dhay cancer ba ku dhacay marka wa lahjad somaha marka waxa ila hebelo may daal hebelo ki cancer ka dhay ma lihi yowa ka dhay hay erey walba bisata ahaato walba ha ahaato nukuleel aw inta ka imaato waa persian waay marka waxaan rabaa ereygan muhiimka ila la faantaan lan ankan yugna yuyo ma dhaaw idin ka ramshay kartan hatta dadka afka mayga ku dhasho ka saqal ma ma fahmayaan marka waxay leedihiin waa af guri waa leedihiin marka anka ere lan ankan yugna yuyo ma dhaaw ma fasir kar ma fasir ma yab hadaan fasirana walu kala tagaya maash ugu dambeen ama shantiin waxaan ku soo afjarayaa saddexdan magmaag ama mahmaah.
كرددو كركار دمية مروبن مغلق ويلاس وانقمر شانتي وابان ملك غابيو ورطة دبروي ألغان آغود مكا سيسان مركا فرينتي دو قدن بيسا وحان قدر ايا لابا قروبان قدر ايا قروب قهر ايا ومهيم كاوحيهين حلبانا دا شرفت له واني انا تاغيرين تضباطن تضباطا اه كالسعودة الساد ويست ساد ويست و ريجينكا صوماليات وقنسن وبيدي بدي باري ميل والبا انا هي دقيسترين سهل مع العساسي اذا دقيس الله ونحرشته دولكي وغري صوماليو اللي راه دواي دولكي ودقونا حقا كوبي رايتك بنتلان ولا لين بنتلان اللي قاتك دولكي اسقو قال له اسقو عرفت مرهانو أف عربي إيو أف أفكان أو إيران تواي إسقو الله ويليش نوال لو إيران مقعاس إسقو وعرفاي أدي أرى أف سومالي إسان قولو إن كان كاره بركة فرين تيد واحد واحد كسوحة بحلبانة أو بارلمانكا أو ساد ويست كسو جيد مانتا شرفتي إكرامدي أفكا مايقا ماهن شرفتي إكرامدي تقلي من فريق رحوين ماهن أفكا مايقا وأف سومالي قفور باقو هذا يلا سوء تاقريب أكاديمي تريد دستورك قيف في سنة ضحوك مجرى يا سوء تاك رئيسي وزارة دوح برشاد يا سوء تاك رئيسي هذا لك محاب لغر قرينا وزارة دوح برشاد وايو نين كان أكاديمي لقيني ماشي مشاركة قاتا 4.5 كوي ماضي وحي اللو سوء قلي الله أرنتان جهزة دب سعطة هدي أرنتان أكا آمستان الدنيا آخر ميسين أثيو تنكرنا قالت كواردعي نو بيك ديل فقال قلنا لك سمعين يا نين كان رق آهنا وإس عزيلة ninka maax la yiraahdo adu asaga masuulka ah ee miskiinka mushaarka iska qaato dadkii asaga soo dirso soo sheegay xajilan haddii saas ahaan weeyso anaga dawladda xitaa taageerayna dawladda anaga mushaar nama siiso lacag nama siiso xil nama siiso waxaan ku haysanaa maxaa u taageerayna anaga marka dawlad oo wasaaradahaadii ay ma aragtay oo sharafta iyo karaamada reer saad weys in kirayaan iyo arintan in lagu baabiyo arintii madaxweyne lafta gareen oo historic ahayd uu sameeyay 23 November lagu baabiyay هديت هاي بالوال في الجوجا next couple of days هدو الله يرهدو كويس أرجع تذكر أن والإنشاء جاي هن أنا توم أي لقوش بدنا سياسة ما إيه لفت قرين ما إيه هبلو ما إيه actually لفت قرين أسوأ ولان شئنا هبنا كي إلى يا محل وانو إنك ما هدينا جاي وفول بنسي وده جاي كبر بسر جواري من كل إنسان دي أول أخري سير ولان جران وا دستورك لم أفو 0.5 لك الشامي ama qof oo emotional eh oo madashay oo un fail ahna madag inta lagu gubin failay warba ma ku beddel karo yar markuu isii saarsan ku fade laakiin wali eedan ka dhirfana aan hadda xilibanada oo afka maayo ka hadlayaan intii fadheedan baarlamaanka oo meel raay af mahajirin ka hadlayaan afta dar suurta af maayo mahajir adina kiga ka hadalno lan ko hadda kor oo finance iyo qoladan oo roogiye dheegay he lan ko hadalay af maayo ka hadalay walaal waxaad noo sheegtaa af aan fahmi karno أنا هو بارلمانك راح يجرف هذه الكمك يعرف هذا لانكاس بينهم كين شيء قال لانكاس الكمك يعرف هذا أنا بارانك في ديفاد سبب توء لانكو جيك والبؤس إن هين يأذى ساس كين يسه ما يكويل هذا يسكويل مركز البرلمان كده واحد دوني نا إن دقارها ودن كي يسبدل أنت لو سميه ما ينقل تماد يوروبيان يونيون كمركز السيد أو في قلب دقدا والقلة ذا مركز السقلة ذا هذا له وأفوليك هذا إيطالياني بونسيري سيوري سيوري مركيبو يترجم هاي أفوليك ترجم هاي لثوينيان أف بوليش أف هبركولي أف جرمال الكفاسر لانك انفضان بارمانك سوكو بوهوي هذا مجوري تأتمان قفصة هذا إيه قفصة دايت قفصة قفصة سمالة قفصة يفرد هذا كوي اللي هذا ولي ولي كذا هذا سي اللي هجد أبكول أنك هذا الأمر كذا هذا لانا ولي كلي اللي هجد ولي كلي سؤالها ورسدي شلاي دون انت مركانا ركي وهبو يسمي warwa wala hajjadu afguri way hay kar karso kama in sheegay arriyan war ma garanayna waxan hadii in kastaan hadba jir laakiin wali buu xilibaanada lagu fadee markii baranka fadhiyan dhigta galadaan ay aan oo xiliban ha ku jeedo saad west wali sin sheegay ha taqaali wadan ka isbedela ka soo waa bas ka dhaqas hadda ta warbaahin si ku hadalayn aan nin edmin ku hal san hadalayn geek wali shir ku furmay golaha shacabka ee Soomaaliya iyo oho kaso qayb galan yaa la iska qasaayay ma jirto walaalas dirfuna kowde dirfka intaan ku dhaabana siin sawaame laakiin
معدكم إيوالاقون الشيشيغاو إيوزاردون أوباح براشادة هادي أرانتون وهانكو جوابنا ويسر فوق ويسر عرق الدون وانسبر الدون وبالله التوفيق سين سلامي.